وللحديث حول كل هذه المؤشرات معنا لينا قنوع وهي محللة أسواق مالية في إكويتي جروب. مرحبا بك لينا. برأيك ما الذي يمكن أن نتوقعه من اجتماع بنك إنجلترا المركزي للسياسة النقدية؟ هل تثبيت الفائدة برأيك صار أمر يعني مسلم به؟ يعني لا يوجد الكثير ليغيره البنك في هذا الموضوع، ولكن ماذا أيضا عن الاستمرار ببرنامج شراء الأصول؟ صباح الخير نهى. بالفعل اليوم في اجتماع للبنك المركزي أو البنك إنجلترا المركزي، التوقعات من هذا الاجتماع أن يكون لا يكون أي تغيير لأسعار الفائدة، لأن أسعار الفائدة السالبة بالنسبة لبنك إنجلترا لا نعتقد أن يقوم بأي تغيير بهذه الأسعار. السبب هو أنه ربما سوف تؤدي إلى أي تغيرات في أسعار فائدة بالنسبة لبنك الإسكان التي تعتمد على تمويل ودائع بالنسبة للسياسة المحلية في إنجلترا، وأيضا ربما الفائدة يعني السالبة ربما تؤدي أيضا إلى التوجه نحو إلى الادخار أكثر من التوجه إلى الاستثمار. ونحن نعلم أن إنجلترا ركود الاقتصادي خلال شهر إبريل بلغ 20%، وهو في الوقت الذي فرضت إنجلترا إجراءات الحجر. بالتالي ربما سيشهد الاقتصاد البريطاني ركود، لكن مع الانفتاح التدريجي للاقتصاد البريطاني ربما نشهد بعض التحسن، لكن ليس بالتحسن الكبير. نتحدث كما ذكرت عن شراء السندات. ربما شراء السندات هو يعني سيكون تحت دائرة النقاش، وربما الحديث عن 745 مليار جنيه هو حجم برنامج شراء السندات، لكن سوف ننتظر القرار من الأعضاء التسعة، لأن هذا القرار مهم حول هذا التصويت. هناك انقسام بين الأعضاء خلال الاجتماع الأخير بين الأعضاء في بنك إنجلترا حول يعني حجم برنامج شراء السندات. هناك من يرغب في تثبيت هذا البرنامج، وهناك الآخر هما عضوين لا يريدون رفع حجم برنامج شراء السندات، لكن هم متفقين على أن أسعار الفائدة السالبة في هذا الوقت غير متاحة وخارج دائرة النقاش. كل المتوقع هو حول برنامج شراء السندات أو أي سياسات مالية ربما يتخذها بنك إنجلترا، لكن حول أسعار الفائدة لا يوجد أي تغيير. نعم. أيضا لينا، كانت هناك تقارير إن كان لأوبك فيما يتعلق بوكالة الطاقة الدولية بالنسبة لمستويات الطلب على النفط. ما تزال هذه التوقعات بأنه أن التراجعات، يعني هناك تراجع في مستويات الطلب، ولكن تم تعديل هذه المستويات. كيف نرى حاليا تحركات أسعار النفط؟ يعني أسعار النفط بالفعل في حالة تذبذب. في هناك يعني نقاط تؤثر على أسعار النفط، نقاط سلبية ونقاط إيجابية. نتحدث عن النقاط السلبية هي موجة فيروس كورونا، وأيضا ارتفاع عدد حالات الإصابة في الولايات المتحدة الأمريكية، في فلوريدا، في تكساس، في عدد من الولايات. وأيضا من ناحية أخرى وارتفاع أيضا عدد حالات الإصابة في الصين، وأيضا من ناحية أخرى ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية عم ترتفع ب 1.2 مليون برميل يوميا، رغم أنه هي جاءت أقل من التوقعات، لكن ارتفاعات ومستويات قياسية. أيضا من الجهة الأخرى التأثيرات الإيجابية، نحن نتحدث عن أنه يعني ربما يعني هناك عدة بعض التعافي ربما نشهده على الطلب خلال النصف الثاني، وأيضا انخفاض الإنتاج الأمريكي الذي ربما يكون بعشرة ونصف مليون برميل يوميا، كانت التوقعات أكبر من ذلك، فبالتالي هذا الانخفاض. وأيضا التوجهات نحو منظمة دولة أوبك بمنظمة أعضاء منظمة أوبك حول تخفيض الإنتاج ب 9.7 مليون برميل، ورغم أنه قرار منظمة أوبك بأنه لا يوجد أي تمديد لخفض الإنتاج، والنظر الآن فقط التوجه نحو الامتثال أعضاء منظمة أوبك سواء من داخل أوبك أو خارج أوبك، يعني بالنسبة لأوبك بلس حول الامتثال الكامل لخفض الإنتاج. نحن نتحدث
عن فائض في المعروض ما زال موجود، وأيضا لدينا الطلب، يعني هناك توقعات بأن يتراجع ب 6.4 مليون برميل، بالتالي كان هناك التوقعات بأن يكون الطلب بحسب تقديرات المنظمة خلال النصف الأول 11.9 مليون برميل يوميا. يعني هذه يعني كل الأسباب التي ذكرناها ربما هي أسباب تدعم الارتفاع، لكن الإصابات في فيروس كورونا، الموجة الثانية من فيروس كورونا، وارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية عم تحد من ارتفاع أسعار النفط، لكن أتوقع أنه في ربما نشهد بعض الارتفاعات على أسعار النفط مع المزيد من التذبذب، يعني سوف نشهد محاولات جديدة نحو الارتفاع، وبتوقع مستويات نتحدث عن على المدى القصير ومن 30 ل 40 دولار رح تبقى، وعلى المدى المتوسط للطويل متوقع أنه لخام برينت أنه يكون عند مستويات ال 50 دولار. نعم أستاذة لينا، لنتحدث عن الذهب، يعني لأكثر لجلسات عديدة الذهب تقريبا يحوم حول نفس المستويات، هل برأيك أن عوامل دعم الذهب ليست قوية في هذه المرحلة، وبالتالي هي يعني ربما سوف تستقر الأسعار لفترة قد تمتد ربما على مرحلة قصيرة ومتوسطة؟ نعم، بالنسبة نهى لأسعار الذهب على المدى المتوسط والطويل هناك إيجابية، واحتمالات الموجة الصاعدة للذهب موجودة، والتوقعات على المدى المتوسط أن نرى ما زلنا مستويات 1800 دولار بسبب برنامج التيسير أو التحفيزات اللي عم تقوم بها الحكومات والبنوك المركزية، وأيضا حتى عم نترقب أنه أي خطوات جديدة من الفدرال الأمريكي أنه بأي تحفيزات، فبالتالي ومع بقاء أسعار الفائدة المنخفضة، لكن نحن نتحدث ليش عم نشوف هاي أسعار الفائدة أو عفوا تراجعات في أسعار الذهب، هي يعني ربما هو التوجه نحو الأصول المرتفعة العائد نحو أسواق الأسهم، بالتالي عم بيضغط، عم نشاهد تذبذب بأسعار الذهب، وأيضا بالمقابل عم نعتذر منك لينا لكن انقطع الصوت. لينا قنوع وأنت محللة أسواق مالية في إكويتي جروب، شكرا لوجودك معنا.